السلام عليكم. قبل شوي كنت اصور نقل مباشر بس تصوير التليفون مو واضح، بس هاي جاي اصور بالكاميرا جو برو وراح احمل الفيديو بعدين. طبعا هاي محطة فليندر ستريت، هي محطة قطار الانفاق، وهي من اقدم البنايات. نعبر الشارع. هذا هنا مكان عمل، كانت هنا بناية قديمة فلشوها وراح تنبني بناية جديدة مكانها. والعمل مستمر ليلا ونهارا. يلقي نظرة سريعة. هذا كل هاي الحواجز لأن مكان عمل حتى ما يأثر العمل على المشاة والمحلات القريبة. سوشي هسه الساعة 9:05 مساء والجو معتدل، لا هو بارد ولا هو حار. هذا الترامباي اللي هو مشهورة بمدينة ملبورن من بين المدن الأسترالية.
هذا صوت الجرس هو من الترام، الترامباي كل ما يتحرك يدق الجرس، يعني هو ما بي هورن، بي جرس، هورن ماله هو جرس. هذا هنا شحاذ متسول، هسه طبعا احنا بشارع سوانستن اللي هو منتصف مركز المدينة. سيارات الزبالة بالليل تشيل الزبالة مع المحلات، أما بالأحياء السكنية فتكون بالنهار يعني تقريبا 6 الصبح. طبعا هذا مركز المدينة وهي ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، ومثل ما تشوفون دائما ورا الستة كل الناس تبقى تعزل، ما عدا بعض المحلات تبقى مفتحة 24 ساعة، محلات قليلة. يطبع او يرسم رسومات على علاليق من قماش وبيعها حتى يكسب رزقه. هذا من الحي الصيني، نروح له لو هسه ظلمة يجوز خليها على غير يوم. هسه انا اذا اروح لل راح اروح محطة القطار، محطة المترو، حتى ارجع للبيت. Thank you.
شحات ثاني تلقاهم كثرة بالمركز المدينة. هذا مطعم اندونيسي حلال. المهم هسه احنا شنو لازم نحكي حتى نغطي على الموسيقى، لان هذا هنا جاي يسوي استعراض حتى حصل فلوس. وبما ان هاي موسيقى اذا تحملت على اليوتيوب راح ينحجب الفيديو واحتمال لازم احد. هاي احد المشاكل اللي تصادفك اثناء التصوير الحي او التصوير بالاماكن العامه. هسه احنا بالقرب من من الكيو بي اللي هو هذا مركز تصوير. ايش قصة التصوير 16 دقيقة؟ طبعا الكاميرا ما مشحونة، احتمال تطلب اي لحظة. نخلص التصوير نوصل للمحطة مع القطار. او احتمال اطفي الكاميرا بعدين اشغلها مرة ثانية، بس يعني اسوي تصوير متقطع وبعدين بالكمبيوتر احرر الفيديو. نشوف. إذا تعجبكم فيديوهات مثل هذه، يعني مجرد جولة بالشوارع، اكتب تعليق، انقر على إعجاب حتى أعرف يعني أسوي فيديوهات مثل هاي أو لا مستقبلاً. هاي الإشارة مع الإشارة الضوئية الترافيك لايت، حرف التي هو للترام. هذا الأبيض ما مبين هسه لأن شوي الكاميرا ما يبين بيها. وصلنا لمحطة القطار اللي هي تكون داخل هذا المركز التسويقي. مركز تسويقي وبالأسفل الطوابق السفلى هي محطة القطار. هسه هاي احنا داخل ملبورن سنترال اللي هو مركز تسويقي ومحطة قطار. هاي وداخل البناية هاي اكو بناية اثرية حافظين عليها ما فلشوها، مجرد غطوها داخل البناء وفوقها. الساعة 9:15
هذا القطار هنا. شوف قطارنا بيه الساعة يتحرك ربع ساعة، عندنا ربع ساعة. هسه ننتظر القطار، اويكم الاسعار هنا. بطل الماي اللي هو 450 ملم هنا سعره 3.5 دولارات ونص. شيبس 45 غرام 3 دولارات ونص، اسعار غالية. عرفنا ادري ايش التكييف ما مشغلين. بس على الاقل القطار بالتكييف. اقول لك التصوير ممنوع. بس هاي قديمة، قطعة قديمة قبل لا تكون الموبايلات منتشرة، إن كانت الموبايلات بدون كاميرا. بس التصوير عادي، بس التدخين ممنوع، الدراجات الهوائية ممنوعة، والمشروبات الكحولية. Thank you.
يجي القطار هنا. يجي منا ما أدري يجي منا، بس الأكثر راح يجي منا. أكو أبين هاي. شكرا على المتابعة، نشوفكم في فيديو ثاني.